طب تقدر تعرف او نقدر نعرف لو واحد عنده ملايين الفولورز، اوكي. نقدر نعرف ان الفولورز دي حقيقية ولا مش حقيقية ازاي؟ في ابلكيشنز بتحط اللينك وبيجيب لك الانسايتس، يعني ابلكيشنز بتبقى مشتره بفلوس، يعني بتحط اللينك بتاع مثلا فور اكزامبل مفيده، هحط اللينك بتاع مفيده هيجيب لي الانسايتس بتاعتها، هل وهيجيب لي انسايتس حقيقيه اللي هي اللوغاريتمات بتاعتها، الشخص ده الكومنتس بتاعته دي حقيقيين ولا لا، الفولورز بتوعه دول حقيقيين ولا لا، عدد اللايكات ده حقيقي ولا لا، الكومنتات دي حقيقيه ولا لا، المشاهدات دي حقيقيه ولا لا، كل ده بيجيبه لي. ما هو هو في ناس بتألف الحاجات دي اه طبعا ازاي يعني؟ ده مواقع، في مواقع بتدفعي عليها فلوس بتزود لك مشاهدات وبتزود لك لايكات وبتزود لك كومنتات ما بس وبتزود ده لك كل مش حاجه، ده ما بيبقاش حقيقي. ده ارضاء نفسي ذات، برضي نفسي انا، مش برضي وبصدق ان انا وانا بصدق شاري نفسي فولورز. انا، بس اللي بصدق انا طب بصدق. لو حد ما عندوش الناس، او انا استعين بحد زيك مثلا عشان يجي يعليني او يعرف، لو انا شخص عادي جدا اقدر اعرف الصفحة دي الفولورز بتوعها حقيقيين ولا لا ازاي؟ انا هقدر، لاني انا هشو انا هيبقى ليا نظرة مختلفة غير الشخص العادي، يعني انا هقدر لاني هخش على الفولورز وهشوف، في بيبقى اكونتات عليها صورة بس دمد ملهاش اسامي، ام اتش 3 سين ميم 2، فأي حد عايز يبتدي بزنس ما ينفعش يبقى دول الفولورز لا بتوع مش لأنه اصلا هيقع. هيبقى البيس بتاعه زي ما انت بتبني عمارة، دلوقتي انت بتبني عمارة لو الاساس تحت بايظ العمارة هتكمل معاكي؟ لا. طب بعض الفنانين بينزلوا حاجات كتير، حاجات تخص حياتهم الشخصية، حاجات تخص شغلهم، وحاجات حاجات تخص المجتمع اللي هم عايشينه. اوكي. ايه اللي من وجهة نظرك الفنان مفروض يداوم على انه ينزله على صفحته عشان يجيب له فولورز كتير، او عشان يعمل انتراكشن بينه وبين المجتمع اللي هو عايش فيه؟ لازم يكون مشاكله الشخصية ولا شغله ولا رأيه في الاثنين. المجتمع؟ انا دلوقتي بتابع السليبرتي ده عشان انا بحبه جدا وعشان انا هبقى عايز اشوف حياته الشخصيه، مش لازم اشوف حياته الشخصيه المشاكل الشخصيه، عايز اشوف حياته الشخصيه بيعمل لو ايه، نزل مشاكل شخصية بتحس بإيه؟ ده بيعمل بيعلى طبعا الانسايتس بتاعته، لان احنا كبشر بنحب نعرف التفاصيل، بنحب نعرف احنا بنحب نبص على الناس دي من الباب يبقى مقفول بس في موارب كده، فاحنا الجزء الصغير ده نحب نتلصص بالظبط، بيه عشان دي حاجات على البشر. احنا كبشر دي حاجات يعني طبيعة بشرية، انت بتبقي عايزة تعرفي اللي مش معروف، الفضول السلبي الفضول، المميت. بس هو ده بيبقى الفضول، انا ببقى عايز اعرف الفضول. يعني انا كنت بتكلم من فترة عن الفرق بين الكونتنت كرييترز والسيلبريتيز، اقيم دول ازاي؟ مثلا ايه طيب الفرق بيننا وبين حد بيعمل تقييمي انا بقى كشركة بقيم الشخص السيلبريتي على الفاليو بتاعه، طب وانت تعرفه منين بقى؟ فاليو، يعني انا مثلا فور اكزامبل لما اجي اعمل كامبين فيها عادل امام، هل عادل امام ده شخص ما عندوش اصلا انستجرام بس هو عادل امام، هو انا مش هحكم عليه بارقامه، بس لما اجي ابقى بعمل كامبين وعايز فيها كونتنت كرييتر هحسب الكونتنت كرييتر بارقامه، وارقامه ايه؟ ارقامه في خلال ال 30 شهر، ال 30 يوم اللي فاتوا فات، يعني انا هحسب لك دلوقتي الفلوس اللي حضرتك هتاخدها مني على الانسايتس بتاعت ال 30 يوم اللي فاتوا، انا لا ماليش اديني دعوه. مثل عشان مثلا ما توهش منك. اوكي انا بعمل كامبين اوكي تمام، وانا بقى ككلاينت عايز، ما هو كلاينت بيبلغني انا والله انا عايز شهره ولا عايز بيع، لو عايز شهره هجيب لك فنان هيشهرك، يشهر لك هيشهر الاسم. عشان الاسم هعمل فاليو، فلازم اجيب القيمه بتاعت السليبرتي هي اللي هتعلي قيمه المنتج تمام، فهنا السليبريتي مختلف عن الكرييتر بتاع الكونتنت كريتر الكونتنت اللي هو صانع المحتوى، اللي هو اللي احنا بنسميهم انفلونسرز الانفلونسرز او البلوجرز، او بلوجرز. بس البلوجرز بيع، بيع شخص بقى يبيع بيبيع، المنتج. انا جايبك عشان انت مشهور في الابليكيشن ده، انا جايبك عشان انت مشهور على المنصه دي، على الابليكيشن ده بس، مش جايبك عشان انت مشهور ولا عشان انت مشهور على الابليكيشن ده، فانا عايزك تبيع لي المنتج ده على الابليكيشن ده فقط.